عسلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا على قناتنا الوطنية الثانية. هذا هو موعدكم اليومي لنشرة الثقافة والفنون اللي تقدمها لكم قناتنا الوطنية الثانية. حصتنا لليلة بدأت، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لطوق ياسمين. في إطار مواكبتنا للأخبار والأنشطة الثقافية اليوم باش نكونوا حاضرين في فضاء الهادي التركي. هنية فما معرض جماعي تنظمه جمعية ذي، خلينا نتابعوه من بعد نرف. شكرا لطوق ياسمين. احتضن فضاء الهادي التركي بسيدي بوسعيد معرض جماعي بمشاركة عديد الرسامين التونسيين، وذلك لفائدة جمعية ذي. جمعية ذي كانت أولى أسباب تكوينها هي السعي إلى إعانة الطفولة المعوزة، مساعدة الأطفال الفقراء والمعوزين في الفضاء المدرسي، والإحاطة بالأطفال فاقدي السند وأصحاب الحالات الخاصة داخل مراكز الإيواء من الجانبين المعنوي والنفسي. الهدف هذه دفعت الرسامين التشكيليين للمساعدة على طريقتهم في نشاط الجمعية. جمعية ذي هي جمعية انطلقت في العمل نتاعها جان في 2015، طعنا بالطفولة. في البداية كانت باش تحصل في الطفولة المرضى ولا ذوي الاحتياجات، بعد خيرنا أن تعميمها على الطفولة بصفة عامة، سوى الطفولة في حالة التمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هي جمعية ذات طابع اجتماعي متخصصة في الطفولة في مجالها الأوسع. واخترتوا الأنشطة الثقافية باش تكون هي شراكة، إذا كان صحة العبارة. نحن في البداية عملنا شراكة مع وزارة التربية. الحق وزارة التربية تفاعلت إيجابيا مع الجمعية، وبرشا جمعيات صراحة نشطة في المجال. عملنا شراكة مع وزارة التربية اللي خولت لنا الدخول في الفضاء المدرسي. الحق كانت شراكة فاعلة، لأنه بالشراكة هذه مكننا مثلا عديد من الأطفال من نظارات طبية في عديد من المدارس. عملنا توأمة مع وشراكة مع مدرسة عبد الرزاق كرباكة في مونفلوري في تونس. عملنا شراكة كذلك مع مدرسة 2 مارس صفاقس، ومكننا والحمد لله وبرعاية شركة ومخابر السيفو مكننا عديد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في صفاقس من نظارات طبية، وهذا بالطبع مجهود مشترك بين جميع الأطراف. جاءت من بعد الفكرة، وصراحة هنا لابد تحية شكر للفنانة والرسامة عواطف بجاوي العرفاوي اللي كانت هي صاحبة الفكرة وشجعت صراحة على الفكرة هذه، ومن بعد اقترحتها كذلك على بلدية سيدي بوسعيد مشكورة، تبنيت زاد الفكرة. نحب نشكرها كذلك، وهذا حق يقال. آمنوا بالفكرة، آمنوا بالجمعية، كانت فما علاقة ثقة بيننا وبين سواء نخبة من الفنانين اللي يتعاملوا معنا أو كذلك من بلدية سيدي بوسعيد. وكان هالمعرض هذا في أول مرة الجمعية تنظم معرض بالاشتراك مع بلدية سيدي بوسعيد وبالشراكة مع نخبة من الفنانين التشكيليين. صراحة لحد الآن الأصداء طيبة، وإن شاء الله بادرة تليها مبادرات أخرى إن شاء الله. نتعرف مع معرض جماعي ماذا به معناتها ينوع، وبالأخص الجمعية نوليو معناتها نخمو باش حاجة اللي تخرج للمشاهد، خاطر تعرف التونسي مش ديما معناتها ماذا به يدخل معرض يلقاه بيان فاغي، يلقى اللي حاجات الكل، يلقى المدينة العتيقة، يلقى كل الشيخ، يلقى المحدث اللي تشوفه كل شيء، فهمت؟ دونك نوعت شوية في العادة كي نعمل معرض خاص نعمل تام واحدة، أكيد جماعي نولي نوع شوية. احنا معرض تشكيلي هذايا تلمينا فيه كل من الفنانين التشكيليين 11 فنان من خير الفنانين في تونس، وجاونا زوز ضيوف من فرنسا شاركوا في المبادرة هذه الإنسانية اللي إن شاء الله يا ربي تعم على كل الفنانين والناس الكل. معناتها نحاولوا باش نعاونوا الجمعيات هذوما اللي تنشط وتعمل تدخلات كبيرة في الطفولة في الأرياف وفي المناطق النائية وفي معناتها حتى في وسط تونس. قاعدة الجمعية هذه فتية وقاعدة تنشط بالقدا من الطفولة. المساهمة بالنسبة للجمعية ضياء
الأعمال للطفولة، ونحب نعبر على فرحة كبيرة كبيرة أول مرة نشارك في معرض تشكيلي، وأنا فنانة تشكيلية ومقري في معهد العالي للفنون التشكيلية، لكن فرحتي أنه المشاركة متاعي هذه باش تكون عندها وقع، سورتو أنها باش نعاونوا بها الوليدات اللي في ذوي الاحتياجات. نحس اللي أنا عندي فرحة عارمة، ما عمري ما وصلت بالأحساس هدايا كيف ما المرة هدية، بالأخص أني حاولت نختار الأعمال متاعي أنها تكون فيها ألوان زاهية تعبر على حياة، تعبر على تكامل، تعبر على تضامن، وحاولت أنه من خلال هالمشاركة هذه أني نوصل أنه الفن راهو ينجم يؤدي غايات نبيلة جدا. مرحبا بكم في كل وقت وجماعة التلفزة. وبالنسبة للوحات متاعي أنا نعمل في التراث القديم تاع تونس، وشاركت مع جماعة هذوما في معرض لي تاع الطفولة، وكما قال الله تعاون على البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان، إن شاء الله ربي يثبت أعمالنا وأقدامنا. مدام سوز، كنت تحكي لنا على مشاركتك في المعرض هذا مع زملائك اليوم. الحقيقة معناتها دوما جاتني الدعوة باش نشارك باش نعاونوا الصغار هذوما تابعة لجمعية ضياء، معناتها ما ترددتش، جيت أنا وصاحبتي الفنانة طبعا باش تعرفوا عليها زادة، جينا من فرنسا ما غير تردد. فهمت الفكرة، جاتني دعوة مدام عواطف الجمعية، وانا ديجا نحب الاعمال هذه التطوعيه ولا الخيريه، فرصه باش ليا انا باش نقدم حاجه مفيده لبلادي ولاد بلادي. سي بوغ سا يعني وقت اللي نسمع بحاجه كيما كي نكس. قداش من لوحه انت مشاركه بها هون؟ لوحات، ثلاثه لوحات. انا شاركت في المعرض هذا في سيدي بوسعيد، في رواق سيدي بوسعيد، باش ندعم المبادره هذه، مبادره ان شاء الله تكون مبادره خير. أنا فنانة تشكيلية عالمية، شاركت في تونس وفي العالم بريسك، فهمت، وإن شاء الله ربي يوفقنا لهنا زادة باش نعاونوا هالجمعية هذي. سي محمد، كيف العادة نلقاوك حاضر في المحافل والمعارض هذه الجماعية، تحكي لنا على مشاركتك اليوم. والله مشاركتي طلبتني الأستاذة عواطف باش نشارك في الأطفال هذي، معناتها اللي عانت الاطفال، ومعناتها وان شاء الله معناتها يتباعوا التابلوات وياخذوهم الناس ويعاونوا الاطفال هذوما. دونك انا ولهذا وليت وجيت ونحب معناتها بالعكس شرف لي هذا، وجبت لهم التابلوات اللي يدلوا معناتها كي تشوف معناتها داير هو اولان الوان زايه، ثم لكن فيهم عبره. هديته للتابلو الاولاني هذاك الرباعي الراعي للحوار، وهديته للاربعه، وهديته حتى الرئيس الجمهوريه، وهذا التابلو يدل على الحركة والماء، والماء كل شيء حي، وهذه زاهية، وهي زاهية الحياة تبدأ هكاك، ولكن في الأخر غروب الشمس لازم منه تغرب، ولكن تغرب بجمال ثم ديما الأمل معناتها، وهذا والأمل اللي خلانا نجيو باش احنا مثلا للجمعية، جمعية ضياء اللي سي جمال معناتها قلنا باش نجيو، وإحنا نحب نعاونه ما في حتى شك. وتوي كان نمشيو للفقره المصوره اللي حضرتها لنا زميلتنا حنان الجاسمي، مسرحيه للاطفال بمدرسه الحنيه في زغوان في الذكرى التاسعه لوفاه الاديب التونسي مصطفى خريف. نتابعوها ومن بعد نرجع. شكرا لطوق الياسمين. نظمت وزاره الشؤون الثقافيه والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بزغوان بالاشتراك مع المندوبيه الجهويه للتربيه وجمعيه صيانه المدينه بزغوان الذكرى التاسعه لرحيل الاديب مصطفى الفارسي تحت عنوان البعد السياسي في الكتابه المسرحيه لمصطفى الفارسي، وكان ذلك بالمدرسه الاعداديه الحنايه بزغوان. موسيقى
هذه مصطفى الفارسي للإبداع أن تكون التظاهرة إذن كل سنة تخصص إذن الأنشطة الثقافية التي ترافق إذن هذه التظاهرة إذن في كل سنة إذن في ولاية من ولاية الجمهورية. إذن كان إذن من حظ ولاية زغوان أنها في هذه السنة بالذات تكون في ولاية زغوان، وقد أشرف عليها إذن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان وكذلك المندوبية الجهوية للتربية بالإشراك إذن الإشراف الرئيسي لنادي مصطفى الفارسي للإبداع. بطبيعة الحال لا يمكن أن نتغافل عن دور إذن أبنائنا التلاميذ الذين إذن نعتبر أنهم الركيزة الأساسية في المدرسة الإعدادية لحناية بزغوان باعتبارهم طرف رئيسي إذن في تنشيط هذه التظاهرة، ولهم الشكر الجزيل. لنقد ظاهرة الشعوذة وتردد شرائح عمرية متنوعة على العرافين، وحبينا معناها نظهر وننقد معناها ظاهرة الجهل والمعرفة والشعوذة وبرشا حاجات معناها قدمناها اليوم في العرض المسرحي. في العادة مغرومة بالمطالعة الطالعة شوية وإلا ليه؟ هي زدنا احنا بالظاهرة ذي حاولنا نزيد ونشجع التلاميذ باش يزيدوا يطالعوا أكثر، ومغرومة شوية بالمطالعة نجي تقول كيك. والأديب الراحل طالعت له حاجة ولم؟ والله مزلت طالعت له قصة ذي معناها، ومزلت القنطرة هي الحياة، وإن شاء الله نزيد نطالع أكثر حاجة أخرين عليه. الدور اللي جسدته باش نظهروا تردد مختلف الشرائح العمرية والفكرية، معناها كيفاش الجاهل والقاري الكبير والصغير يتردوا على الشعوذة وتناقض بين الجهل والعلم، بحيث أنهم يخليوا الأطباء ذو الاختصاص ويمشيوا للمشعوذة ذي باش يعرفوا علم الغيب والحاجات هذيك وعلاج الأمراض المستعصية. والأديب عندك فكرة عليها وإلا كيفاش؟ نعم بالطبع عندي فكرة عليها، هو أديب تونسي ولد بصفاق ثم زاول تعليمه بجامعة السربون في باريس. ومغروم في العادة بالمطالعة وإلا كيفاش؟ بالطبع تقرأ طالعة؟ هاي 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 سينا الشيخ جو من كل بلاصة جامل المس. هاي هاي اسكت علينا يا خيتي لا يسمعوك جماعته، الشيخ مبروك مشهور في البلاد والعباد يجيو من كل بقعة. هاي يا بنيتي كما قلت الشيخ مبروك بارك تعظيم يجوا الناس برور وبحور بنيتي. هاي هاي أمي الناس يجيهم مبرور ومش مبرور ومبرور.
برورو وبحوتي أنا وطفلة ذي سامحني هاج طفلة ذي جينا من طرف الدنيا وإن شاء الله كما يقولوها الفراش على يدي ودي يا مدموزيل إن شاء الله ربي يخطي قضيتي وقضي أي ولدي كل مؤمن على بركة عظيمة كل مؤمن على بركة عظيمة الحمد لله الحمد لله الشيخ رحمة للعباد يا وخالي حكاية عليه ياسر أما ما صدق لا من جرب ما تشكش أولي طلع الشيخ مبروك شيء مجرب ما يتشكش فيه وخالي تخاف على روحك وعلى بنيتك وخالي ما تخافيش وما تشكيش أكثر شيء مني أنا يا وخايتي يبعد عليك الشر كنت ما نظنيش وما خليتش دواء ما جربتوش وشي النفع الله إلا ما دلتني جارتي يذكركم يذكرها بالخير على الشيخ مبروك ما فوتش شهر ونص شهر إلا ما حبلت نحمدوه ونشكروه عمدوه وخاتي عمدوه الله يرحم والدي الشيخ مبروك بارك تعظيمة كل مؤمن على بركة عظيمة يا وخايتي ربي يشفي بناتي أمين أمين أنا أخذت دور فاطمة هذا الدور الرئيسي ما كنتش نعرف القصة هذه كي قريتها خذينا المسرحية هذه جسدت الدور هذا تعمقت فيه بالقدي ومعنى لقيت فيه روحي بالنسبة للمدرسة الإعدادية إذن الحناية بزغوان كان البرنامج مركز أساسا على إذن استغلال أثر من آثار الأديب مصطفى الفارسي وهو القنطرة إذن القنطرة هي الحياة في إطار إذن باعتبارها مجموعة قصصية حاولنا نستغل هذه المجموعة القصصية وأن نأخذ منها ما يمكن أن يفيد أبنائنا التلاميذ فكان الاختيار بالتشاور ومع إذن خاصة نعم وخاصة بالتشاور مع الزميلة إذن زميلتي في المات العربية الأستاذة إذن ليلى البحري وكذلك خاصة في تقديم المشهد المسرحي استعنا كثيرا وعولنا على ما قدمته واستفدنا من زميلتنا المبدعة أيضا المسرحية والفنانة وتنشط أيضا في هذا الميدان الأستاذة أيضا انتصار العساوي وكان لها الفضل الكبير في تقديم هذا المشهد المسرحي والإحاطة بأبنائنا التلاميذ وكان أيضا اكتشافات كما أيضا تفضلتم بذلك ورأيتم أن اكتشفنا بعض أيضا المواهب وكانت فرصة أيضا لإذن التنويه بضرورة خاصة العناية بمثل هذه النوادي نوادي ثقافية على وجه الخصوص و كانت مناسبة إذن مثل هذه المناسبات الثقافية كان فيها الفضل الكبير أيضا للتلاميذ حتى إذن يدفعوا الإطار التربوي والقائمين على شؤون المدرسة أن يخصصوا وقتا كبيرا خاصة فيما يتعلق بمادة المطالعة باعتبارها ركيزة أساسية. نحب نشكر الساعة المجموعة اللي قدمت العمل هذا سواء كانت من العمل المسرحي وإلا حتى المجموعة اللي أثت الحصة متاع المطالعة واللي قدمها الزميل سالم البختي اللي لاحظناه أنه تلميذ أقبل بشكل كبير على المطالعة على القصة بل بالعكس أنه حتى ثم البعض من تلاميذ سنة سابعة وسنة ثامنة يطالبوا بإنجاز مثل هذه الحصص. الإشكالية إحنا مثلا على سبيل المثال عنا الأثار الأدبية عنا الكتب موجودة لكن سوء الحظ في مؤسستنا التربوية نفتقده لفضاء المكتبة يعني عندنا القصص تلامذة تحب تطلع وشفتوا انتم بدوركم العمل اللي قدموه تلامذة وما تتصوروش قديش معناها أبدع بأتم معنى الكلمة يعني صحيح الأستاذ كان مجرد مشرف على هذا العمل لكن الإبداع الأول والأخير والحصة باش تكون ناجحة كانت والحمد لله بفضلهم هما شكرا لطوق الياسمين إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالأخبار الثقافية اللي قدمناهم لكم الليلة من خلال طوق الياسمين في النهاية مقعد اللي كان باش نقول لكم كنت بحال خير وباي باي شكراً.